وحلقتنا لليوم رح نختمها مع التقرير الرياضي لنشوف أبرز النتائج اللي سجلت. بكرة حلقة جديدة من أخبار صباح بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. استهل المنتخب الألماني مشواره ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بفوز كتير كبير على جزر فيجي بنتيجة 8-1 بالجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة. المنتخب الألماني حسم المباراة من الشوط الأول وتمكن أنه ينهي بنتيجة 6-0. وبمباراة تانية المنتخب البرازيلي عم يتغلب على منتخب نيجيريا 4-2 بأولى مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة العالم يلي عم بتصير بنيوزيلندا. وكان الأبرز كوديفان يلي سجل ثنائية للمنتخب البرازيلي ليقوده للفوز 4-2. أجرى تشيلسي الإنجليزي حصة تدريبية امبارح تنين بسيدني تحضيرا لمواجهته الودية اليوم مع فريق محلي. وكان بطل إنجلترا وصل لأستراليا يوم الأحد الماضي قادم من تايلاند وقت أجرى مباراة استعراضية قدام نجوم تايلاند ببانكوك. للتذكير هي أول زيارة لتشيلسي لأستراليا من 41 سنة. صرح غوندوغان لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الالماني انه عنده مفاوضات مع انديه برشلونه وبايرن ميونخ، ومن المحتمل انه يغادر اللاعب صاحب الاصول التركيه بسوق الانتقالات الصيفيه فريق دورتموند. وكشفت بعض المصادر الالمانيه انه لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ، بس على ما يبدو فانه برشلونه بعده بالصراع ليتعاقد معه. وبينتهي عقد غوندوغان مع دورتموند ب 30 حزيران من عام 2016. اخيرا افرج دول الاسباني ديفيد دخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الانجليزي عن بعض الكلمات حول امكانيه رحيله لريال مدريد خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله، وقال حاليا انا موجود باجازه، خلينا ننطر لنشوف شو رح يصير بالمستقبل. منذكر ان الحارس صاحب ال 24 سنه تهرب كل الفتره الماضيه من اسئله وسائل الاعلام حول هالصفقه بظل الرغبه القويه من جانب الميرانجي ليتعاقدوا معه ليكون بديل للحارس المخضرم ايكر كاسياس. زفت وسائل اعلام اسبانيه خبر سار لجماهير اتلتيكو مدريد يشير الى اقتراب مهاجم تشيلسي الانجليزي دييغو كوستا ان يرجع لبيته القديم خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله. ووفقا لروايه صحيفه ماركا الاسبانيه، المهاجم البرازيلي الاصل اسباني الجنسيه دييغو كوستا عم بخطط ليرجع لاتلتيكو مدريد، وهو على استعداد انه يخفض راتبه من اجل انه يلعب مجددا تحت ايدي المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بالكالديرون. ومن وقت ما التقى لملعب سانفورد صيف العام الماضي بال 2014 مقابل عقد لمده 5 سنوات توج كوستا مع البلوز بلقبي كاس رابطه المحترفين والدوري الانجليزي. اكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على بقاء مهاجم الفريق الاورجواياني اديسون كافاني بصفوف الفريق الموسم المقبل. وكان سجل المهاجم الاورجواياني هدف فريقه الوحيد بالمباراة اللي انتهت بنهائي كأس فرنسا على حساب فريق أوسير الفرنسي بنتيجة 1-0. ومن ذكر أن كافاني أعرب عن استيائه بوقت سابق عن تواجده بمركز جناح الأيمن بالفريق الفرنسي نظرا لتواجد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بمركز المهاجم الصريح. وصل فريق نيويورك كوزموس لهافانا ليجري مبارتين وديتين قدام منتخب كوبا، والتحق بالفريق الامريكي الاسطوره بيلي اللي كان يلعب بصفوفه بالسبعينات. كوزموس رح يكون اول فريق امريكي بيلعب على الاراضي الكوبيه من 16 سنه بعد عوده العلاقات الامريكيه الكوبيه لطبيعتها. بيلي عبر عن مساندته لسيب بلاتر وقت انسال عن الانتخابات اللي صارت، وقال انه بلاتر امضى 25 سنه مع الاتحاد الدولي ولازم تحترمه وهيدي كانت الانتخابات. فاز النمساوي هانز ارتش بجولة بطولة الريد بول لسباقات الهواء اللي جرت بيروفيني بكرواتيا ليفوز للعام الثاني على التوالي بلقب هالسباق اللي يعتبر الأصعب برزنامة البطولة، خاصة إنه بيشهد دايما رياح قوية. وتمكنت تشيكي مارتنسون كأنه يحتل المركز الثاني، بينما الأسترالي مات هول كان ثالث للعام الثاني على التوالي. البريطاني بول بونومي اللي تصدر التصفيات بس حل ثامن بالسباق بيحتل صدارة الترتيب العام للبطولة بالاشتراك مع مات هول برصيد 25 نقطة، بينما صعد هانس ارتش من المركز السابع للثالث مع 17 نقطة من بعد ما ربح 12 نقطة بكرواتيا.
بلش داني هاملن من الصف الاول وقت انطلقت السباقات على حلبة دوفر الدوليه، وهيدي ضمن فعاليات سباق فيدكس 400 ضمن بطوله ناسكار للسيارات. مارتن تروت جونيور كان حده بالصف الاول، ومثل العاده في حوادث بتصير، وكان حامل لقب بطوله ناسكار كيفن هارفيك عم بيحتل الصداره، بس جيمي جونسون تمكن انه ينتزع المقدمه قبل 14 دوره من خط النهائي، ووقع خلفه حادث بين عده سيارات، وهون ادى التلويح براية الانذار ومرة تاني كمان وتأخر السباق. وعند استئنافه للمرة الأخيرة اندفعت جيمي جونسون للمقدمة وكمل ليكون خامس سيء بفوز بعشر سباقات أو أكثر على حلبة واحدة، واحتل كيفن هارفيك المركز الثاني ولارسون كين بالمركز الثالث. من بعد ما أدت ظروف غير مؤاتية لإنهاء السباق الأول بمنافسة شيفروليه ديول ضمن بطولة إنديكار ريسينج، استضافت حلبة بيل إيل بديترويت السباق الثاني بهالمنافسة، وبلش خوان بابلو مونتويا السباق من الصف الأول وويل باور كان إلى جنبه. ومثل العادة بيصير في عدة حوادث، وبالنهاية سيباستيان بوردي كان عم بحافظ على تقدمه وكمل ليفوز بالسباق وتقدم بثانية فاصل 8 أجزاء على تاكوما ساتو يلي احتل المركز الثاني، وغراهام رحال كان بالمركز الثالث.